السلام عليكم. انا مرأة مطلقة وكانت لاكيس فلوس ديال تقريبا من 2007. مشيت كنقلب، قالوا لي طلعي الوراق، ها غتجيبي وها غتجيبي وها غتجيبي وها غتجيبي. المهم طلعت دوك الوراق كلهم، الحضانه طلعت الوراق كلهم اللي خصني طلعتهم. ملي مشيت لاكيس طلعت عند المسؤولين، قال لك اودي نسي دابا ما مشى الراجل النوبه الاولى عندهم، قال لي انت دابا مطلق في 2007، حنا طلقنا في 2000، خديت طلاقي في 2006. 2007 مشى عندهم الراجل الضمان الاجتماعي، قالوا له ودي انت ما بقاوش من حقك الفلوس، يعني خص المراه اللي مطلقه اللي تاخذ لي حاضنه هي اللي تاخذ الفلوس ديالها ديال الدراري. عندي جوج الوليدات. ما علينا السيدي، مشيت للاداره طلبوا مني شي وراق طلعتهم، ها غتجيبي ها غتجيبي ها غتجيبي. ملي مشيت تما كنت فجاه كيقول لك انت ما بقاش عندك الحق في هاد الفلوس، هاد تقريبا شي 10 المليون ولا 11 مليون عندي في المبلغ ديال المجموع. يعني من 2007 ما بقينا توصلنا حتى بشي ريال من لاكيس. ملي طلعت هو مشيت عند واحد السيد الله يجازيه بالخير، دخلني للبيرو قال لي لا دابا سمعي، دابا يقدروا يعطوك غير 6 موا، غادي يخلصوك غير في 6 موا، ويني نتي لقلبتي على حقك غادي تلقيه. انا طرقت جميع الابواب، اللي كنمشي عنده لاكيس ما كيبغيش يهضر معايا. بعد اول حاجه كنلقى شي واحد فيه الانسان اللي كيقول لي اختي النار ما عنديش ما ندير لك، شوفي الفلوس الا حطيتي عليهم غادي تاخذيهم. انا ملي مشيت وطلعت هو تلاقيت مع واحد السيد الله يجازيه بالخير، قال لي شوفي اختي انا غندير لك طلب وخي يعطوك غير 6 شهور حقا انتي ما مديكلارياش في لاكيس. وكيف يعقل انا ما مديكلارياش وما كيتخلصوا في لاكيس؟ راجلي خدام موظف كياخذوا كيديروا الاقتطاعات ديال لاكيس وانا ما عنديش الحق في لاكيس. جوج وليدات البنيه من 60 كمان كنخلص عليها الفلوس في مدرسه بريفي. ملي مشيت بغيت ناخذ الفلوس باش نكمل بنتي قريتها ندير لها مدرسه، قلت انا دوك الفلوس خليهم يتجمعوا ليا الوقت اللي غنحتاجهم لبنتي غنمشي ناخذهم باش دير باش تقرب ليهم. ملي مشيت كندق في الابواب حتى واحد ما جاوبني، كيقول لي سيري الا لقيتي شي واحد واصل غادي تاخذي حقك، الا ما قلبتيش على حقك وكان شي واحد واصل في الضمان الاجتماعي راه ما عندكش الحق في هذه الفلوس، هذه الفلوس ما بقاش عندك الحق فيهم. كنسول انا كيفاش ما بقاش عندي الحق في هذه الفلوس هادو، وانا وحنا يعني فلوسنا كنتسالو من الضمان الاجتماعي، كيفاش ما غيبقوش عندي الحق في هذه الفلوس هادو؟ يعني 10 المليون تقريبا 11 المليون خلصوني في 6 شهور. سيري فتحي كونت حنا غادي نخلصوك غير 6 شهور والفلوس الاخرين عوضك على الله. انا ما عرفتش كيفاش، دابا كنطلب من المسؤولين وكنطلب من الناس اللي عندهم سلطه يدخلوا لي في هذه القضيه هذه. انا ما رجاله، ما عندي لا راجل لا والو، عندي جوج الوليدات، كنطالب بحقي. يعني انا ما كنطلبش شي حاجه مستحيله، كنطلب غير حقي، بغيت حقي ديال ولادي. انا كاريه، عندي مسؤوليه، عندي مصاريف، عندي ولاد، راك عارفين الولاد ديال دابا عندهم متطلبات كثيره، ولو باهم كيعطيهم ولو باهم هزهم شويه، مي هذاك حقي وحق ولادي، حق ديال الدراري. ما كنتش انا اصلا براسي ما كنتش باغي نمسو، كنت مخليه لولادي باش يقراو وضيعوا لي بنتي، ما نسمح لهم لا دنيا لا اخره. انا بنتي دابا ما كتقراش، بنتي تعقدات ليا، خرجت ليا من السيزيام اني، عيط ليا قال لي ودي سيري شوفي اش ديري معاهم، مع طلعوا هو طلعوا مع ما عطاو حتى شي ما عطاو حتى شي امل. قالوا لي انت ما بقوش من حقك الفلوس، الفلوس دابا من حق المطلقه، من حق مراسك المطلقه. ملي مشيت انا كنطلع وكنهود طرقت جميع الابواب، كاع لاكيس اللي كاين في كازا كلهم طرقتهم، مشيت لاكيس الكبيره، مشيت لاكيس اللي في شيمي كولور، ما خليت لاكيس صغيره ولا لاكيس الكبيره ولا الاداره ولا كيقولوا لي لا ما عندكش الحق في هاد الفلوس. بغيت نعرف اش من علاش ما عنديش الحق في هاد الفلوس ديالي ديال ولادي، هاد الفلوس انا براسي ما بغيتش نتصرف فيهم، مخليهم باش يقراو ولادي. بنتي وصلت للسيزيام اني كنت باغا نخلص عليها مدرسه، دير شي مدرسه باش تكمل تاخذ الباك، وكنت كنخلص عليهم فلوس، يعني بنتي كانت كتقرا بالفلوس. قلت انا هذوك الفلوس ماشي من حقي، من حق ولادي، يعني هذوك الفلوس غادي يتجمعوا لولادي. وملي نقلب على فلوسي الاخرين بغيت ناخذهم، قال لك ما بقوش من حقك. بغيت نعرف انا هاد الفلوس من حق من؟ من حقكم انتوما اللي خدامين غادي تاخذوهم انتوما، من حقي انا ناخذهم حيت انا مطلقه وعندي جوج الوليدات وحاضنه وطلعت الوراق كلهم اللي طلبتو مني طلعتهم. ملي مشيت لاكيس رجعوني مهزله، كل واحد كيقول لي كلام. تشدني واحد السيد الله يجازيه بالخير، دخلني للبيرو ديالو قال لي يا بنتي شوفي بقيتي فيا ما عنديش ما ندير لك، مي الا قلبتي على فلوسك غادي تاخذيهم. قلت لي كيفاش غنقلب؟ قال لي غتقلبي على فلوسك، شوفي شي مسؤول كبير يوقف معاك باش تاخذي رزقك.
ولا يعقل لا يعقل بان امراه كطالب بحقها مطلقه وعندها جوج الوليدات وما تاخذش رزقها. علاش ما ناخذش هاد الفلوس بحق من هاد الفلوس؟ شكون اللي غادي ياخذهم؟ من حقي انا الا جمعتهم خليتهم لولادي باش يقراو. في الاخر كيقول لك لا ما عندكش الحق تاخذي 6 شهور والله يعاوننا ويعاونك. وانا كنطالب من المسؤولين وكنطالب من الناس اللي كيعرفوا هاد القضيه هادي يوقفوا معايا الله يجازيهم بخير. حقي انا راه ما غاديش نسمح فيه. الا ما خديتوش هنا غناخذو تما، واي مسؤول خدا لي رزق ولادي ما غنسمحش ليه، غناخذهم ليه من حسناته. وعاش الملك، الله ينصر سيدنا. وانا كنطلبك سيدنا تشوف معايا في هاد القضيه هادي.